السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن يكون عندك فيديوهات طويلة وعايز تعمل منها بريزنتيشن، فانت الموقع دوت بيساعدك في ان انت تديله الفيديو، سواء الفيديو ده على الكمبيوتر عندك هترفعه له او على اليوتيوب او على جوجل درايف. المهم تديله فيديو وهو يبدأ ان هو ياخد الفيديو ده ويشوف التكست اللي موجود جواه والصور اللي موجودة جواه، ويقدر يعمل لك بعد كده بريزنتيشن او يقدر يعمل لك PDF او يقدر يديك التكست اللي اتقال في الفيديو. ممكن الفيديو يحوله لك تكست، يحوله لك لصور، يحوله لك لصور وتكست، ويقدر يحوله لك PDF وباوربوينت بالشكل دوت. فاول خطوه تدي له اليو ار ال اللينك اللي هنا، وبعد كده تقول له انا عايز اعمل كونفرت، وبعد كده تختار عايز تحوله PDF او PPT. طيب قبل ما نبدا نشوف السعر، هو مديك طبعا تجربه مجانيه وبعد كده لازم يبقى في اشتراك. البيزك $5، PDF البيزك ب30 دقيقة، البرو بساعتين، وهكذا. دي مقارنه بين الاسعار المختلفه. وكونفيرت تقدر تحول PDF او PPT او تكست. كل اللي عليك ان انت تدي له اللينك، وبعد كده تقول له انا عايز اشوف السلايدز الشرايح بتاعت البرزنتيشن، حولها لي الباوربوينت او حولها لي PDF ويتحمل الملف عندك عادي.